أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس سهل وممتع بعنوان الآحاد والعشرات والمئات لمادة الرياضيات للصف ثاني ابتدائي. فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعلم سويا اليوم تمثيل الأعداد بالآحاد والعشرات والمئات. فهيا بنا للنشاط التالي: أستعمل النماذج لأمثل العدد 425 بالآحاد والعشرات والمئات. إذا كان لدي هذا العدد يا أبطال وهو 425، ممتازين. وهذا العدد يتألف من 3 منازل. المنزلة الأولى يا أبطال تسمى الآحاد. إذن المنزلة الأولى يا أبطال في أي عدد تسمى الآحاد، والمنزلة الثانية تسمى العشرات، والمنزلة الثالثة يا أبطال تسمى المئات. إذن العدد هذا يا أبطال يتألف من منازل: المنزلة الأولى تسمى الآحاد، والمنزلة الثانية تسمى العشرات، والمنزلة الثالثة تسمى المئات. قيمة الآحاد في هذا العدد 5، وقيمة العشرات في هذا العدد 20، وقيمة المئات في هذا العدد 400. إذن سنمثل هذا العدد يا أبطال باستخدام النماذج. كم لدي آحاد يا أبطال؟ 5، أحسنتم. إذن نضع 5 من الآحاد: 1، 2، 3، 4، 5. إذن هذه يا أبطال 5 مكعبات تمثل الآحاد، أحسنتم. الآن نأتي نمثل العشرات، ممتازين. العشرات هل تمثل العمود أم الطبق يا أبطال؟ ممتازين، تمثل العمود. إذن نضع يا أبطال كم عمود؟ 2، أحسنتم. 1، 2، ممتازين. كم المئات؟ 4. إذن كم أضع طبق يا أبطال؟ 4، ممتازين. 1، 2، 3، 4. إذن هذه النماذج يا أبطال تمثل 425 الآحاد 5، وهذه 5 مكعبات، العشرات 2، وهذا عمودين يا أبطال، والمئات 4، وهذه 4 أطباق، أحسنتم. ننتقل الآن للمثال الأول: أستعمل النماذج لأمثل العدد ثم أملأ جدول المنازل وأكتب العدد. الآن أعزائي الطلاب كم لدي الآحاد؟ 3، إذن أمثل 3 من الآحاد: 1، 2، 3. إذن الآحاد كم يا أبطال؟ 3، إذن نأتي في جدول المنازل ونكتب في الآحاد 3. الآن نأتي للعشرات، كم العشرات يا أبطال؟ 6، إذن نضع كم عمود؟ 6 أعمدة، أحسنتم. 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذن أعزائي كم وضعنا عمود؟ 6 أعمدة، وهي تمثل العشرات، أحسنتم. إذن نكتب في جدول المنازل 6 عند العشرات، ممتازين. الآن نأتي لمنزلة المئات يا أبطال، كم لدي 100؟ ممتازين، لدي 2، أحسنتم. إذن نمثل يا أبطال المئات 1، 2، ونكتب في جدول المنازل 2. إذن لدي في جدول المنازل الآحاد كم يمثل؟ 3، أحسنتم. والعشرات 6، ممتازين. والمئات 2، أحسنتم. إذن يقرأ هذا العدد 263. ننتقل للتدريب الأول: أستعمل النماذج لأمثل العدد ثم أملأ جدول المنازل وأكتب العدد. الآن نأتي لنمثل النماذج يا أبطال، كم لدي في الآحاد؟ 8، أحسنتم. إذن نضع 8 مكعبات،
واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذن هذه المكعبات يا أبطال تمثل الآحاد، أحسنتم. وكم قيمة هذه الآحاد يا أبطال؟ ثمانية، أحسنتم. إذن نكتب في جدول المنازل في منزلة الآحاد ثمانية. كم لدي عشرة يا أبطال؟ واحد، أحسنتم. إذن نضع عمود واحد ونكتب في منزلة العشرات يا أبطال في جدول المنازل كم؟ أحسنتم، نكتب واحد. كم لدي مئة يا أبطال؟ لدي خمسة، ممتازين. إذن نمثل يا أبطال خمسة أطباق تمثل المئات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. وكم نكتب في المئات في جدول المنازل؟ أحسنتم، نكتب خمسة. إذن ماذا يقرأ هذا العدد يا أبطال؟ ممتازين، يقرأ 518. إذن أعزائي الطلاب، إذا كان لدي في الآحاد ثمانية وفي العشرات واحد وفي المئات خمسة، فإن هذا العدد يقرأ 518. ننتقل للتدريب الثاني. استعملوا النماذج لأمثل العدد ثم أملأ جدول المنازل وأكتب العدد. الآن أعزائي الطلاب نمثل النماذج ونبدأ بالآحاد. كم لدي في الآحاد؟ اثنان، أحسنتم. إذن كم نضع مكعب يا أبطال؟ مكعبين، ممتازين. واحد اثنان. وكم نكتب يا أبطال في منزلة الآحاد في جدول المنازل؟ ممتازين، نكتب اثنان. الآن كم لدي عشرة يا أبطال؟ ممتازين، لدي ثمان عشرات. إذن نمثل ثمانية أعمدة يا أبطال، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. وماذا نكتب يا أبطال في منزلة العشرات؟ ثمانية، أحسنتم. الآن نأتي للمئات يا أبطال، كم لدي مئة في هذا العدد؟ ثلاثة، أحسنتم. إذن كم نضع طبق يا أبطال هنا؟ ثلاثة أطباق، أحسنتم. واحد اثنان ثلاثة. ونكتب في منزلة المئات في جدول المنازل ثلاثة، أحسنتم. إذن ماذا يقرأ هذا العدد يا أبطال؟ أحسنتم، يقرأ هذا العدد 382. إذن إذا جاء لدي يا أبطال في الآحاد اثنان وفي العشرات ثمانية وفي المئات ثلاثة، فإن هذا العدد يقرأ 382. أحسنتم. ننتقل للمثال الثاني. يبلغ ارتفاع برج المملكة 300 متر تقريبا، أما برج الفيصلية فيبلغ ارتفاعه 266 متر تقريبا. نأتي للسؤال، ما الرقم الدال على منزلة المئات بالعدد الذي يمثل ارتفاع برج الفيصلية؟ كم يا أبطال ارتفاع برج الفيصلية؟ ممتازين، 266. إذن يا أبطال ارتفاع برج الفيصلية 266. الآن ما الرقم الدال على منزلة المئات؟ المئات يا أبطال هل تمثل المنزلة الأولى أم المنزلة الثانية أم المنزلة الثالثة؟ أحسنتم، المنزلة الثالثة. كم الرقم يا أبطال الذي في المنزلة الثالثة؟ اثنان، أحسنتم. إذا نكتب يا أبطال اثنان، ممتازين. نأتي للسؤال الثاني، ما الرقم الدال على منزلة الآحاد في العدد الذي يمثل ارتفاع برج المملكة؟ الآن يا أبطال لدي في السؤال كم ارتفاع برج المملكة؟ 300، أحسنتم. الآن أعزائي الطلاب ماذا تمثل المنزلة الأولى؟ الآحاد، أحسنتم. وماذا تمثل المنزلة الثانية؟ العشرات، أحسنتم. وماذا تمثل المنزلة الثالثة؟ المئات، ممتازين. السؤال يقول ما الرقم الدال على منزلة الآحاد؟
كم الرقم يا أبطال الدال على منزلة الأحاد في هذا العدد؟ الصفر، أحسنتم. إذا نكتب في الفراغ لدينا يا أبطال صفر، أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الثالث. أستعمل النماذج لأمثل العدد، ثم أملأ جدول المنازل وأكتب العدد. الآن يا أبطال نمثل النماذج ونبدأ بمنزلة الآحاد، أحسنتم. كم لدي في الآحاد يا أبطال؟ 3. إذا نضع كم مكعب؟ 3 مكعبات، أحسنتم. 1، 2، 3. ونكتب كم يا أبطال في منزلة الآحاد في جدول المنازل؟ نكتب 3، ممتازين. كم لدي عشرات يا أبطال في هذا العدد؟ 4، أحسنتم. إذا نضع 4 أعمدة يا أبطال، 1، 2، 3، 4. وكم نكتب في جدول المنازل يا أبطال في منزلة العشرات؟ 4، ممتازين. نأتي الآن للمئات، كم لدي 100 يا أبطال؟ 600، ممتازين. إذا كم نمثل طبق في هذا المكان يا أبطال؟ 6 أطباق، أحسنتم. 1، 2، 3، 4، 5، 6. وكم نكتب في منزلة المئات يا أبطال في جدول المنازل؟ 6، أحسنتم. إذا ماذا يقرأ هذا العدد يا أبطال؟ ممتازين، يقرأ 643. إذا جاء يا أبطال لدي في الآحاد 3، وفي العشرات 4، وفي المئات 6، فإن هذا العدد يقرأ 643، أحسنتم. ننتقل الآن للتدريب الرابع. أستعمل النماذج لأمثل العدد، ثم أملأ جدول المنازل وأكتب العدد. الآن نأتي لتمثيل الآحاد يا أبطال، كم لدي آحاد في هذا العدد؟ 2، أحسنتم. إذا نضع كم مكعب؟ 2، أحسنتم. وكم نكتب يا أبطال في منزلة الآحاد؟ نكتب في منزلة الآحاد 2، أحسنتم. كم لدي العشرات يا أبطال؟ 2، أحسنتم. إذا نضع كم عمود؟ 2، أحسنتم. 1، 2. كم نكتب في منزلة العشرات في جدول المنازل؟ أحسنتم، نكتب أيضا 2، ممتازين. الآن كم لدي 100 يا أبطال في هذا العدد؟ 4، أحسنتم. إذا كم نضع طبق يا أبطال؟ 4 أطباق، أحسنتم. 1، 2، 3، 4. كم نكتب في منزلة المئات في جدول المنازل؟ 4، ممتازين. إذا كم يقرأ هذا العدد يا أبطال؟ إجابة صحيحة، يقرأ هذا العدد 422، ممتازين. إذا جاء لدي في الآحاد 2، وفي العشرات 2، وفي المئات 4، فإن هذا العدد يقرأ 422. ننتقل لسؤال التقويم الأول. في المزرعة 416 حمامة. نأتي للسؤال يا أبطال، ما عدد الآحاد؟ منزلة الآحاد يا أبطال، هل هي المنزلة الأولى أم المنزلة الثانية أم المنزلة الثالثة؟ أحسنتم، المنزلة الأولى. كم الرقم يا أبطال في المنزلة الأولى؟ 6، أحسنتم. إذا نكتب في الفراغ يا أبطال 6. كم نضع مكعب يا أبطال؟ 6 مكعبات، أحسنتم. 1، 2، 3، 4، 5، 6. السؤال الثاني، ما عدد العشرات؟ الآن انتهينا يا أبطال من منزلة الآحاد، ماذا يسمى الرقم الثاني؟ ممتازين، منزلة العشرات. كم الرقم يا أبطال في منزلة العشرات؟ 1، أحسنتم. إذا نكتب في الفراغ 1. وكم نضع عمود يا أبطال؟ أحسنتم، نضع عمود 1، ممتازين.
نأتي للسؤال الثالث، ما عدد المئات؟ كتبنا يا أبطال المنزل الأولى وهي الآحاد، وكتبنا المنزل الثانية وهي العشرات، تبقى لدي منزلة واحدة وهي منزلة المئات. أحسنتم، كم الرقم يا أبطال في منزلة المئات؟ 4. ممتازين، إذا نكتب في الفراغ 4. وكم نضع طبق يا أبطال؟ أحسنتم، نضع 4 أطباق، 1 2 3 4. إذا أعزائي الطلاب، في منزلة الآحاد 6 وضعنا 6 مكعبات، وفي منزلة العشرات 1 وضعنا عمود 1، وفي منزلة المئات 4 وضعنا 4 أطباق. إذا هذه النماذج تمثل 416. ننتقل لسؤال التقييم الثاني، أستعمل النماذج لأمثل العدد ثم أملأ جدول المنازل وأكتب العدد. نأتي يا أبطال ونمثل الآحاد، كم لدي الآحاد يا أبطال في هذا العدد؟ 8. أحسنتم، إذا كم نضع مكعب؟ 8 مكعبات، ممتازين، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا مثلنا يا أبطال الآحاد وهو 8. كم نكتب في منزلة الآحاد في جدول المنازل؟ 8. أحسنتم، هل منزلة الآحاد المنزلة الأولى أم الثانية أم الثالثة يا أبطال؟ الأولى. أحسنتم، إذا نكتب 8 في منزلة الآحاد وهي المنزلة الأولى، ممتازين. نأتي يا أبطال للعشرات، كم لدي 10 يا أبطال؟ 2. أحسنتم، إذا كم نضع عمود يا أبطال؟ عمودين، ممتازين، 1 2. وكم نكتب في منزلة العشرات في جدول المنازل؟ ممتازين، نكتب 2. نأتي الآن للمئات يا أبطال، كم لدي 100 في هذا العدد؟ أحسنتم، لدي 300. إذا كم نضع طبق؟ 3 أطباق. أحسنتم، 1 2 3. وكم نكتب في منزلة المئات؟ ممتازين، نكتب 3. إذا ماذا يقرأ هذا العدد؟ أحسنتم، يقرأ 328، ممتازين. إذا أعزائي الطلاب، إذا جاء لدي في الآحاد 8 وفي العشرات 2 وفي المئات 3، فإن هذا العدد يقرأ 328. أحسنتم، تعلمنا أعزائي الطلاب اليوم تمثيل الأعداد بالآحاد والعشرات والمئات. فإذا جاء لدي يا أبطال أي عدد، فإن الآحاد يمثل أول منزلة في الرقم، ونضع لتمثيل الآحاد يا أبطال المكعبات، ممتازين. وكذلك العشرات تمثل ثاني منزلة في الرقم، ونضع هذا النموذج يا أبطال لتمثيل العشرات وهو يمثل العمود. وتأتي المئات تمثل ثالث منزلة في الرقم، ونمثل يا أبطال المئات بهذا الطبق. إذن المكعب يمثل الآحاد، والعمود يمثل العشرات، والطبق يمثل المئات. فلو كان لدي هذا العدد، كم يمثل الآحاد؟ 4. أحسنتم، وكم تمثل العشرات؟ 5. ممتازين، وكم تمثل المئات؟ 8. أحسنتم، إذن الآحاد أول منزلة، والعشرات ثاني منزلة، والمئات ثالث منزلة. ويقرأ هذا العدد 854، حيث يمثل 4 الآحاد، 5 العشرات، 8 المئات. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.